أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة الصباحية من برنامج العاشرة صباحا. في هذه الفقرة مشاهدينا سنتكلم عن بدء العام الدراسي الجديد في الجامعة الإسلامية بغزة. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن نرحب بالدكتور مشير عامر وهو مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الإسلامية بغزة. أهلا مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يسعد صباحكم. طبعا بالبداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء عام دراسي جديد في الجامعة الإسلامية. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. يعني بداية أنا ببعث التهاني لأبنائنا الطلاب والطالبات في الجامعة الإسلامية من سنة أولى إلى سنة رابعة. إن شاء الله يعني يكون هذا العام عام يعني مكلل بالنجاح والتوفيق، وتهني أيضا لأولياء الأمور الأهالي بمناسبة بدء العام الدراسي في الجامعة الإسلامية، وإن شاء الله يعني يكون هذا العام عام سلام ومحبة وعام سلام طبعا لكل شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. طبعاً. أكيد بيكون التهنئة هذا يوصل دكتور، بس في طلبة سنة خامسة وفي سنة سابعة طبعا لكل طلاب وطالبات عظيم. الجامعة الإسلامية. طيب. كيف كانت مجريات هذا اليوم الأول منذ تمام الساعة 8 صباحا وحتى الآن؟ هي الاستعدادات كانت قبل اليوم يعني على قدم وساق من أجل التحضير لبدء العام الدراسي في الجامعة الإسلامية. كانت بداية طبعا اليوم برئاسة الجامعة والأخوة النواب الرئيس والعلاقات العامة بجولة ترحيبية للطلبة الجدد في الجامعة لاطمئنان على سير العملية التدريسية والتعليمية بالجامعة الإسلامية، واستعراض يعني كل إذا كان هناك أي مشاكل أي مقترحات يعني ورفع الروح المعنوية طبعا للطلبة في ظل هذا الظروف طبعا. عظيم. ندخل الآن إلى عالم الجامعة الإسلامية، نتكلم عن الجديد من ناحية تخصصات ستطرحها الجامعة في هذا العام، أقسام مختلفة وهكذا أمور. يعني هو يعني في الجامعة حوالي 120 تخصص في 120 برنامج أكاديمي في كافة التخصصات، بدءا من برنامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم المتوسط والدبلوم المهني في كافة التخصصات. يعني نحن لدينا ثلاثة برامج دكتوراه: برنامج الدكتوراه في العلوم الحديث، برنامج الدكتوراه في اللغة العربية، وبرنامج الدكتوراه في الرياضيات. ولدينا أيضا تقدم الجامعة يعني برامج ماجستير كثيرة في كافة التخصصات. التطور الجديد أنه تم اعتماد برنامج الماجستير في اللغة الإنجليزية في اللسانيات والترجمة في الجامعة الإسلامية، وهذه خطوة كثيرة مميزة لأنه هو البرنامج الأول في على مستوى جامعات قطاع غزة، وإن شاء الله يحدث نقلة في هذا المجال، وأيضا كثير من التخصصات التي تم استحداثها جديدا. عظيم جدا، من كلهم التوفيق طبعا. بالنسبة للمنح وهذا الموضوع يعني الذي يشغل بال كثير إن لم يكن كل طبعا الطلبة، ماذا عن المنح والخدمات والتسهيلات التي تقدمونها يعني للطلاب في هذا العام في ظل الظروف الصعبة؟ طبعا تقدم الجامعة بدوائرها المختلفة، هناك والمعني بذلك الأمر يمكن الاستفسار في دوائر الجامعة المختلفة. برنامج خاص بمنح للطلبة المتفوقين عفوا، برنامج منح للطلبة ابناء أسر الشهداء والأسرى، للطلبة الفقراء. يعني هذا هناك برامج يعني يمكن الاستفسار حولها في هذا الموضوع، وأيضا هناك برنامج قروض تيسيرية للطلبة المعنيين بالدخول في هذا البرنامج أو الالتحاق بالجامعة. طبعا الطالب أو المشاهد الكريم يتساءل حول كيفية الاستفادة من هذه المنح، إلى أين يتوجه، كيف، أو عن طريق الموقع مثلا أم آلية الاستفادة؟ يعني هي عن طريق موقع الجامعة يمكنهم الاستفسار، التواصل مع دائرة شؤون الطلبة في الجامعة، أو المجيء إلينا في دائرة العلاقات العامة ونحن نستطيع أن يعني نقدم له يعني النصيحة في هذا المجال، أين يتوجه، من هو الشخص المسؤول، ومن هي الدائرة المسؤولة التي يمكن من خلالها يعني التقدم بطلب من أجل الحصول على منحة أو التقدم بطلب من أجل الحصول على قروض. يعني هناك أيضا منح يعني داخلية تقدمها الجامعة، وأيضا منح خارجية تتم عن طريق الجامعة من خلال دائرة العلاقات العامة وشؤون العلاقات العامة الخارجية في الجامعة. يعني يمكنهم الاسترشاد من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، صفحة الجامعة على الإنترنت، وبعد ذلك يمكنهم الاستفسار لدينا إن احتاجوا أي أسئلة. نعم دكتور مشير، بخصوص أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة بالمجمل، يعني كم وصل العدد حتى هذه اللحظة؟ يعني نحن لدينا في الجامعة تقريبا نحو 20,000 طالب وطالبة في الجامعة في كافة التخصصات على كل المستويات. والجامعة يعني منذ تأسيسه في العام 1978 الآن طبعا تخرج منها حوالي 60,000
طالب وطالبة، وهذا يعني جزء من المشروع السامي البنائي الإيجابي الذي تقدمه الجامعة للشعب الفلسطيني. هذه الخدمة التي نقدمها لشعبنا الفلسطيني في غزة على وجه التحديد. طبعا نتكلم عن موضوع الخدمات ونتكلم ماذا تقدمون للطالب، سواء للبيئة الجامعية، ما يتعلق بالحياة الجامعية، بمرافق، بأمور يهتم بها الطالب، ماذا وفرتم في هذا لو الجانب؟ لو قسمنا البيئة الجامعية إلى بيئة صفية، يعني القاعات الدراسية وقاعات المحاضرات وقاعات المؤتمرات، يعني نحاول أن تكون هذه القاعات يعني بأفضل وضع ممكن من ناحية التجهيزات مثل LCD والكمبيوترات والتهوية والإضاءة وإلى غير ذلك، وأيضا إمكانية تزويد كل قاعة بالتقنيات التكنولوجية التقنيات المساعدة التي تساعد على تيسير وتسهيل وتفعيل البيئة الصفية. أيضا هناك بيئة لا صفية، يعني أنه لا يوجد لدينا أماكن جلوس كبيرة يعني في الجامعة، مناطق معشبة، مناطق سياحة، ساحات رياضية، قاعات رياضية. يعني الحمد لله الجامعة، وهذه طبعا هذه المساحات الواسعة، يعني حوالي 10 دونمات في الجامعة من مناطق جلوس ومساحة معشبة، يعني ملاعب معشبة وهكذا. فبالتالي يعني هذه بيئة الحمد لله تتميع، وهذه ميزة من ميزات الجامعة الإسلامية، أن الطالب يشعر كأنه في بيته الثاني، يشعر فيها بيئة الجامعية طبيعية ومساعدة له في العملية التعليمية. نتكلم عن موضوع العلاقات العامة، يعني أنتم علاقات عامة في الجامعة الإسلامية، وربما هناك تواصل بين مؤسسات محلية، خارجية، دولية، علاقاتكم في هذا الجانب كيف ستكون في هذا العام؟ يعني إن شاء الله يعني استكمال المسيرة وللدور المناط بدائرة العلاقات العامة، نحن نسعى لتعزيز الصورة الإيجابية التي تتمتع بها الجامعة مجتمعيا محليا على المستوى المحلي وإقليميا وعلى المستوى الدولي. نسعى أيضا إن شاء الله من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع والفعاليات إلى تعزيز علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي وبالمؤسسات على اختلاف تنوعها في غزة وفي باقي أجزاء الوطن. نحن لدينا رؤية إن شاء الله بإذن الله سنحاول تطبيقها من أجل زيادة أو تفعيل الشراكة بين الجامعة والمجتمعات مؤسسات المجتمع المحلي بإذن الله رب في النهاية. يعني ما الجديد الذي ينتظر الطالب بدءا من هذا اليوم وحتى انتهاء العام الدراسي؟ يعني أتمنى أن يكون هذا يعني بداية، يعني بداية موفقة، بداية منها التفاؤل والأمل والإنجاز العلمي والانفتاح على هذا العالم الواسع التقني التكنولوجي. ويعني نحن في العلاقات العامة وفي إدارة الجامعة بكل مؤسساتها وإداراتها نحن جاهزون لخدمة هذا الطالب، لأنه نشعر أنه لبنة أساسية في بناء مجتمع سليم، مجتمع متكامل، مجتمع عصري، مجتمع وسطي معتدل. وبالتالي يعني نحن سنحاول تسخير كل الإمكانيات اللازمة لدينا من أجل يعني أن تكون هذه الفترة الجامعية لهذا الطالب والطالبة فترة ملؤها كلها الإنجاز والتقدير. طبعا كل التوفيق والإنجاز نتمناه لكم الدكتور مشير عامر، وأنت مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الإسلامية بغزة، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، بارك الله فيكم.